راح ناخذ كورس برمج ماكينات الخرافة CNC. راح نحكي عن الماكينات، راح نحكي عن عمليات الخراطة، كتابة البرنامج. ماكينات الخراطة مثل ما شايفين، هاي الصورة مبسطة عن ماكينات الخراطة، ماركة إمكو. الماكينة إلى محورين، محور زد وإكس، هون الظرف وحامل المشغولة، هون حامل الأقلاع، هون لوحة المفاتيح بيستعرض بيعمل سيموليشن للمشغولة، أو بيكون البرنامج موجود عليه. فيك تتحكم بالبرنامج، تعمل تعديل لما يجي البرنامج من الكمبيوتر، هون فيك تعمل تعديل عليها. فيهم كذا خيارات أو البرامج الوظائف المخفية للماكينة، هون بتتحكم فيها. قلنا الماكينة إلى محورين إكس وزيت. الماكينات الخراطة حسب الفرش، الفرش هذا هو هذا اللون، تنقسم إلى نوعين. النوع الأول ماكينات ذات فرش مستوي، يكون في الفرش في آلة الخراطة مستوي أفقيا، مثل بالخراطة المخارط العادية، يكون وضع القلم أمام المشغولة. النوع الثاني ذات الفرش المائل. ذات الفرش المائل هذا الفرش اللي هون بيكون درج ميلان بزاوية 45 درجة أفقيا. المحاور، خلنا المحاور إكس وزيت. مثل ما هون شايفين، هذا الظرف أو حامل المشغولة، هون الأقلام. طبعا هون الأقلام بيكون 6 8 أو 12، أنا اشتغلت لحد 12 قلم هون محطوط، هون حسب الماكينات اللي بتفرق لحد 12 قلم أنا اشتغلت هون. اتجاهات المحور أو القلم والإشارات، طبعا شيء مهم كتير الإشارات، لأنه الإشارة بتغير طريقة العمل كلياتها. إذا كان عندنا القلم من فوق فمعناته هون عند الإكس، إشارة الإكس فوق تكون زائد وتحت الناقص، إذا بتنزل لتحت معناته تناقص، أما تطلع لفوق بتزود بتكبر المشغولة. والزيت لما بدك تدخل لجوا معناته أنت عم تدخل ناقص، رح تكون إشارة سالبة، لما بدك ترجع فيها تكون إشارة موجبة. مثل ما هون شايفين، أنا هون فوق الإكس جاي زائد، اللي تحت راح يكون ناقص، الزيت من طرف اليمين راح يكون زائد ونقص. أي قاعدة يد، قاعدة يد اليمنى. إذا كان القلم من تحت مثل ما شايفين، القلم هون عن الإكس زائد تحت، فمعناته كل ما بتطلع لفوق معناته راح يصغر قطر المشغولة. الزيت بيبقى نفسه إشارة المحور، أما فقط القلم إذا كان من فوق من تحت كيف بتغير إشارة أنواع التحكم المستخدم في مخارط CNC. يا أخوان التحكم عندنا نوعين، عندنا التحكم الخطي وتحكم الكونتور. التحكم الخطي يستخدم في مخارط وفراغات. في مخارط CNC يكون استخدامي في محور واحد فقط، محور إكس أو محور زد، هذا هو التحكم الخطي، يعني جاي خط. التحكم الثاني هو التحكم الكونتوري. التحكم الكونتوري يكون في مخارط فراغ CNC اثنيناتهم. في المخارط CNC يكون استخدام فقط يستخدم في محورين في آن واحد، اما هون كان في عندنا محور واحد، اما هدول بالكونتوري فيك تستخدم محورين الاكس والزيت. هون يكون له شكلين بالكونتوري، اما بيكون خط مائل يعني سلبة او قوس. هون خط مائل بيقصد هاي خط المائل اللي هون او السلبة، والقوس بيقصد هون لما نستعمل جي 0.2 وجي 0.3، الدوران عكس عقارب السماء أو دور القطع الدائري. فالتحكم الكونتور يكون على شكلين، قلنا تحكم خط مائل أو سلبي أو القطع الدائري أو قوس. بيانات القياس في الماكينة أو نظام القياس في الماكينة. بالحالة العادية أكثر المخارط إنه جاي هي النظام المتري،
في عنا كودين، في عنا G21 G20. G21 استعمل نظام المتري، G20 استعمل نظام الأوسان. فالنظام المستخدم في بشكل عام في الماكينات هو النظام المتري، وإذا كان نظام المتري فما داعي تكتب البرنامج إنه راح تشتغل بالنظام المتري، ما هي بالأساس جاي النظام المتري. للماكينة استخدام برنامج في أبعاد، في أبعاد تزايدية وأبعاد مطلقة. أبعاد مطلقة بقول لك قياس إسنادي. شو يعني قياس إسنادي؟ يعني إسناد الجي 90 دائما بنسندها للنقطة الأساسية، نقطة المركز أو الصفر المشغولة. من صفر المشغولة بناخد الأبعاد. مثلا هون عندنا من هون لهون 40 أخدينه، راح نكتبها إنه مثلا راح ندخل فيها بالزيت للأربعين. بدنا السطر الثاني راح نكتب البرنامج راح ندخل فيه 60، راح نكتب 60 لأنه من هون لهون، من هون لهون جاي 60، راح يكون 60 من هون لهون، أو 60 هو القدرة على سبيل المثال إنه من هون هون إذا كان 60 راح نكتب 60. يعني تسند دائما إلى نقطة الصفر المشغولة. القيمة الإكس، قيمة الإكس في الأبعاد المطلقة دائما تكون على شكل قطر كامل. مثلا أنا بدي أجي من صفر، راح أجي صفر حركة سريعة، راح أكتب قيمة القطر كاملة، القلم راح يجي يوقف لي هون. يعني بالأبعاد المطلقة قيمة الإكس راح يكون على هيئة قطر كامل. الجي 91 أبعاد تزايدية، أبعاد تزايدية أو قياس نسبي. شو نسبي؟ إنه نسبة إلى النقطة السابقة، نسبة إلى النقطة السابقة. من هون لهون 20 ولهون 30، أنا من هون لهون 50 لهذا الخط إذا قلنا 50. بس نحن ما راح نكتب، إذا دخلنا بالزيت ما راح نكتب 20 وبعدين نكتب 50، لا راح نكتب 20 وقيمة من هون لهون هي 30، راح نكتب 30. معناه نحن بنستند للنقطة السابقة عكس الأبعاد المطلقة. الجي 90، الجي 90 دائما تستند إلى النقطة الصفر المشغولة، أما الجي 91 أبعاد التزايدية بتستند إلى النقطة السابقة. نحن اشتغلنا لهون 20 دخلنا لجوا، بدنا ناخذ نقطة تانية، النقطة التانية راح تكون مستندة لهاي النقطة، هاي راح تصير صفر لإلها، معناته راح نكتب 30 ما راح نكتب 50. فبقى الفرق بيناتهم هي انه الجي 90 بعد مطلقة تستند الى نقطة صفر مشغولة، الجي 91 تستند الى النقطة السابقة. القيمة الاكس قلنا بالابعاد المطلقة تكون هي على هيئة قطر كامل، لكن هون بالجي 91 تكون على نصف القطر. في بعض الحالات، في بعض الحالات بالجي 91 ما بنكتب، ما في داعي نكتب 91، نكتب بدالة، يعني حسب البرنامج نكتب بدالة. مثلا نعطي بدلا من قيمة محور الإكس نكتب الحرف اليو، والقيمة محور الزيت نكتب حرف دبليو. معناته هلا البرنامج فهم انه عندنا أبعاد تزايدية وليس أبعاد مطلقة. نقاط الصفر في الماكينة أو في ماكينة الخياطة عندنا كذا نقطة صفر. عندنا نقطة صفر الآلة، عندنا نقطة صفر الشغلة، عندنا نقطة صفر العدة، في نقطة صفر حامل العدة، هاي بتطبق على نقطة صفر العدة. في عندنا النقطة المرجعية، النقطة المرجعية بنستعملها بالجي 28 لنرجع القلم للنقطة المرجعية. النقطة صفر الماكينة، نقطة صفر ما هي الأصل لوصف وضع النقاط، تكون دائما موضوعة من قبل الشركة ولا يمكن تغيير مكانها، فهي بالأساس جاية من الشركة. النقطة صفر الشغلة تكون محطوطة هون، نقطة صفر المشغولة بت
تم عن طريق النقل، عن طريق النقل أكواد الجي 54 وطالع أو ترانس ننقلها لمقدمة المجهولة، لأنه في عندنا نوعين نقطة صفر المجهولة، في عندنا نقطة صفر مجهولة على الوجه المجهولة، في عندنا نقطة صفر مجهولة اللي خلف المجهولة تكون موضوعها هون. فيفضل استعمال النقطة المجهولة صفر مجهولة في أمام المجهولة، تكون سهل البرمجة أو التحديد. النقطة المرجعية، النقطة المرجعية اللي قلناها بتجي 28، هاي هون نظريا توجه بعد كل تشغيل الماكينات سي ان سي تحرك إلى نقطة صفر الماكينة ام مقصودة هون، حتى يتسنى أو نستطيع وضع جميع المحاور على الصفر. لكن في عائق هون، إذا كان الظرف يمنعنا نرجع لنقطة الصفر المحاور لنقطة الصفر، لهيك توجد نقطة بديلة لنقطة الصفر الماكينة وهي النقطة المرجعية R، النقطة المرجعية اللي هون. تكون إحداثياتها بالنسبة إلى نقطة صفر الماكينة في نظام التحكم في الماكينة وهو معروف، ويمكن التحرك إليه في جميع الماكينات بمساعدة أوامر خاصة أوتوماتيكيا تحدد بواسطة حدبات أو كاميرا، تستخدم كنقطة مرجعية للنظام قياس أبعاد التشغيل التزايدية. خلنا نستعمل فيها جي 28 أبعاد التزايدية بدال قيمة محور الإكس راح نعطيها يو، بدال قيمة محور زد راح نعطيها دبليو. مثلا جي 28 يو 0 اكس 0 يو 0 دبليو 0 معناته راح ترجع القلم للنقطة المرجعية المحطوطة هون. النقطة الصفر الشغلة تكون اختيارية، نقطة الصفر الشغلة تكون اختيارية، يتم اختيارها من قبل المبرمج، أي يكون موضوع مناسب لوضع أبعاد لتسهيل عملية البرمج، بحيث لا يحتاج المبرمج حسابات أكثر. فقلنا نوضعها بمقدمة المشغولة مشان ما بدنا برامج حسابات أكثر لسهولة البرمجة. نقطة صفر العدة، نقطة صفر العدة ونقطة صفر حامل العدة. نقطة صفر العدة هي النقطة على ماسك العدة، وتستند إليها أبعاد العدة مثل الطول والقطر، الطول والقطر. نقطة الحامل العدة هاي اللي تكون لما تتركب الحامل العدة مع الحامل العدة بهاي النقطة، تجي تثبت على هاي النقطة مع أنها تصار نقطة واحدة. نقطة حامل العدة توجد نقطة على حامل العدة، وعندما تكون مثبت على حامل تنطبق نقطة ضبط العدة على نقطة ماسك العدة عبارة عن سطر مثل هذا الشكل محطوط أحرف أو رموز، كل رمز تعبر عن شيء. عندنا الإن، الإن هو رقم السطر. البرنامج في عندنا كذا سطر، فإجباري البرنامج يكون مرقم كل سطر إن 10 إن 15 إن 20 إن 25 لسهولة استخدام البرنامج الفرعي أو الاستعمال. بعض الأكواد بيقول لك نقطة البداية لهذا كود ونقطة نهاية له، مثلا بتجي 71 منا بتجي 72، فبدنا نحدد نقاط الأسطر اللي ضمن الجي 71 جي 72، فبقى لازم يتحدد سطر البرنامج برقم. الجي كود هو نوع العملية والشغلة. الجي كود مثلا جي 0 جي 1 حركة خطية، جي 0 حركة سريعة، جي 2 جي 3 هي قطع الدائري عكس عقارب الساعة مع عقارب الساعة. بعدين يجي عندنا المحاور أو الإحداثيات، عندنا المحور الـ X الـ Y الـ Z، اللي بعدها يجي عندنا A و G K، هدول إحداثيات مركز الدائرة. لما نستعمل الـ G 0 2 و G 0 3 القطع الدائري، إذا كان القطر الدائرة أو المشغولة غير معلوم، فإجباري بدنا ناخذ الـ G K نستخرج مركز الدائرة. بعدين بيجي عندنا التغذية المرموز بالإف. التغذية هي سرعة القطع. سرعة القطع تتحدد حسب نوع القلم، نوع قلم القطع ونوع الماتريال أو
المادة المستعملة أو الخامة للقطع، خامة القطع. بعدين بيجي عندنا سرعة الدوران، سرعة الدوران أو سرعة القطع. سرعة الدوران مستخدم في البرمجة، عندنا سرعة دوران قصوى يصل إليها عمود الدوران باستعمال الجي 50. الجي 50 هي اللي كبح سرعة الدوران. فعندنا الماكينات مثلا من 0 لـ 5000 على سبيل المثال، إذا استعملنا سرعة دوران متغيرة بالجي 96، بيقول الجي 96 كل ما صغر قطر المحور الإكس كل ما زاد السرعة، فما بالك إذا كان القطر صغير جدا أو صار صفر، معناته سرعة الماكينة راح تصير سريعة جدا. لهيك بدنا كود لكبح السرعة. إذا أنا استعملت الجي 50 كبحت سرعة الدوران إنه ما يتعدى 3000، بالجي 96 قد ما زاد السرعة بس ما راح تتعدى 3000. بعدين عندنا يجي عندنا تي، تي هو الـ Virtual Tool، هو القلم أو نداء استدعاء القلم. التي بينكتب بالتي 01 01، معناته القلم الواحد راح نستدعي القلم واحد، أو تي 03 معناته راح نستدعي القلم 3. الام، الام هي الوظائف الإضافية أو انفنكسيون. الوظائف الإضافية في عندنا كذا وظائف مساعدة للبرمجة أو للوظائف الإضافية للماكينة. فمثلا عندنا الام ام 3، ام 3 مثل هون بالصورة. الام 3 هي تحدد اتجاه دوران الظرف مع عقارب الساعة، والام 4 تحدد اتجاه دوران الظرف عكس عقارب الساعة. عندنا الام 8، الام 8 عندنا بشغل سائل التبريد، وعندنا الام 9 بتغلق سائل التبريد. عندنا الام 5 بيوقف الظرف عن الحركة. فبقى الام هي الوظائف الإضافية أو الوظائف المساعدة. البرنامج، عندنا برنامج رئيسي وبرنامج فرعي. برنامج رئيسي السطر اللي حكينا عنه، فعندنا كمان برنامج هو برنامج فرعي، هو الجزء التابع للبرنامج الرئيسي. بده عمل نداء الاستدعاء ونداء لإنهاء البرنامج الفرعي. يسجل داخل ذاكرة بالحرف أو مطبوعا بأربع خانات أو بأربع أرقام. طريقة الاستدعاء يستخدم بالأمر ام 98، ام 98 يستدعى برنامج الفرعي. وإذا أردنا تكرار برنامج الفرعي نعطيها الحرف ال. الام 98 في استدعاء برنامج الفرعي، ال هو عدد مرات تكرار برنامج الفرعي. مثلا إذا أعطيناها ال 2 معناته بدنا نكرر برنامج الفرعي مرتين. لإنهاء برنامج الفرعي نستخدم الكود ام 99. نهاية البرنامج الرئيسي نستعمل ام 30، بينما نهاية برنامج الفرعي قلنا ام 99. وبدروس القادمة راح نتعمق كتير بالأكواد الإضافية أو الوظائف الإضافية وبالجي كود أو نوع العمليات.